Mais je te le dis, je n'irai pas à Paris. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flanfans, de la valse musette et de l'accordéon. Allô, Zizoul. Rien à redire maintenant, Jacques Brel. Jacques Brel, bien sûr. Hey, parle Jacques Brel, bon, peut-être il a marqué ta jeunesse aussi. Absolument. séparation et tout l'amour mais quand qui nous سمحهم les prénoms de Paris aussi mais tu قاعد انت هو غني قد يجوم 3 4 5 دقائق mais tu as l'impression de dem tu es comme ou la sahariya mais Jacques Brel c'est quelque chose de l'addiction l'addiction هو كيفاش يتكلم ثانيا le spectacle اللي كانوا يشوفوه انا bien sûr les jamais vu mais je trouve qu'en fait elle au cinéma en gros c'est les scènes les sujets qu'il a chanté enfin les vieux le mourant non Jeff t'es pas tout seul l'amitié عنده René Hlouès dire Fernand qui est mort dire qu'il est mort Fernand dire qu'il est seul devant dire que je suis derrière qu'il est seul devant moi si j'étais le bon Dieu j'ai inventé une famille rien que pour l'enterrement terme Jacques Brel et puis quand Khaddem Kbir on bat à certains moments où وقف مرض مشي عاش في المركز مدة طويلة بعد رجع عمل 33 تور ومات مات عام 78 فكرها في لوبيتال اسلاميك من باري دا وقت اللي بعده شوية مات سارتر عام 80 جابر سارتر لو غران سارتر كي مات جا وجماعة قالوا لهم فيان بو مسيو سارتر قلت لهم كال برينوم بون من حتى ميم ان فرونس اكزيست كريتان جو كخوا كو جاك بريل اي مور ان اوكتوبر حاجه هكا سبتمبر ولا اكتوبر 78 جو مي سوفيان تخي بيان اون ايتي تخي تريست احنا لو جينا احنا كانوا سميث جاك بريل وداليدا وباربارا وجيمي اندريكس وشارل ازنافور وجيلبر بيكو وجيلبر بيكو مي لا وليو فيري وليو فيري ليو فيري بيان سور تو سا معناها نانا موسكولي هذاك جينا احنا فرانسوا زاردي t'as fait mon ami la rose on est rien alors mon ami cite les paroles mon ami la rose me l'a dit ce matin hein oui François Hardy bien sûr Gérard Normand tout ça Adamo, la balade la balade des gens heureux la balade heureux. Des gens heureux Adamo tout ça c'est Agiel Hloué c'est le grand nom de Francis ils ont on trouve maintenant les modulations de la voix entière on trouve les inflexions de savoir tout le qui coule kai kai ou la qui coule il dache le hajet manière qu'il m'a fait vizoul Jacques Brel c'est un belge ouais, on le prend pour un français mais bon, ouais, il est belge hein il est belge hein il est belge ah yes me l'a dit ce matin mais moi je suis François Hardy Natacha باتيزي شفت حتى هي عندها كانت وي تغنيها مليح نتاشا فوالا لما كانت قبل تعمل موسيقى بنينه كانت قبل حتى بون ميم لي ليفر اون اكري بلو دو ليفر كيما قبل دون تري بو دو رومان بون البيريود تبدلت خاطر لو رومان عرف لابوجي نتاعو تقولوا في 19 سيكل اكزاكت بون بدا اخر 18 معناها سيتي لا بيري دو ليبوك تقول انت فوالا 19 سيكل معناها جاو بالزاك وجاو دو غون اكريفان ديبي دو 20 سيكل يا يو بروست وغيرو في فرنسا نحكي يا يو كافكا بيان سور وغيرو وثما جاو لي لاتينو كملوا في الستينات والسبعينات من بعد بدا سا سي سوفر لي جون نو ليسبلو لي ليفر نو ليسبلو لي رومون مي لي رومون يقعدوا ديما هما حاجه اساسيه معناها حاسمه في تاريخ الانسانيه جمعاء وفي الجماليه في الاستاتيكا وصعب حاجه هي الكتابه مي ان يا بلو ديكريفان كوم افون حتى في فرنسا معناها لهنا هنا شكون مازال معناها ما اللي زالوا حيين معناها لي غران ديكريفان فرونسي سي تري بو معناها نحكيو حتى العرب بيان سور اي توا فتره معناها الستينات سبعينات مازال حد كيما هكا ولا فهمت بالحق بون الناس ما عادش تقرا لي جورنو ما عادش تقرا يا دو تري بون ارتيكل معناها تقرا مارتي في نوفيل اوبس كيفاش كان يكتب الواحد نتاعو ولا تقرا معناها جون فونتين كيفاش كان يكتب ولا بيان سور دي جون ايمونس كيما غيبو ولا سيرتو كيما جون لا كوتور ولا معناها سي جون دانييل سي كيكشو دو فورميدابل معناها اللي يقراو اللي يطلعوا في
العرب بالحق احنا قل في المسألة هذه معناش لو حتى لوئينا شوية معناها في المستوى احنا بارعين في الحب الحقيقة ليه معناها انت تو تقول شنوك شنية ما ديستانغو بين الليتراتور بار اكزومبل اوكسيدونتال واورينتال احنا بارعين ياسر في الحب معناها ما تلقاش مثلا فما بعض الروايات الذهنية يسميهم ولا فيهم ما هو اصل رواية في التاريخ هو اصل رواية في التاريخ تلينغو ستوري للرومان موديرن هو الف ليلة وليلة ومعناه أصل الروايات الأوروبية بزمان في المخيال الأوروبي خلينا نأخذه هو دون كيخوتي دون كيشوت دون كيشوت تاسير فونتير اللي يشارك في عملية قصت يده في حلق الويدة في حلق الويدة هي بإسبانيا إسبانيولا جاءوا تونس وتشد كابتيف دالجي وبعد سيبوه انتوكا عودوا شلوه وهو يذكر هذا في عطلافات شخصيات في دون كيخوت اللي هي معناها العرب يقولوا الشعب شعر اللي يكونوا أكبر رواية نثرية في تاريخ ألف ليلة وليلة هذاك لا سيزور معناها اللي فيها متاع شهرة يا لا سيزور معناها كتشيق وستكرار كلمة مبيعة وغدوة تبدأ شهرة زادي لنبواتمان والاستطراد والحكايات وغيره لتكنيك دوناغاسيون اللي هما قوية وخذ عليها ياسر سيرفونتيس ومن بعد سيرفونتيس خاطر اللي يتبعوا السوسيولوجيا الأدب والفن وغيره يقول لك لو روما موديرن بدا بيان سور ب ألف ليلة وليلة لا يقولوا بداوا بدون كيخوت دون كيشوت دو لامور دون كيشوت لكن دون كيشوت متأثر ياسر لا سيزور سيرفونتين كيما نتاع دون كيشوت سا باس حكاية في حكاية في حكاية يوم تان يقعدوا دون دي كارافونسيراي ويتلقاو في بلايص ويحكيو كيما باغ اكزومبل ليستوار دو كوريو مالافيزي اللي حاب يعرف متى تدخل ولا لا ويمشي لعند واحد مصعف اللي يدخل ما تعرف يحكي لك حكاية في حكاية فهمت من بعد بيان سور الجي اللي وين تاع دوستويفسكي وبروست وغيره والامبرسيونيست وفيها واحد اخر اما العرب عطاو كمان الف ليله وليله اللي هي اكبر روايه في التاريخ وفيها مخيال رهيب جدا وفيها معناها حاجه اللي بلو كرون كونسيدير معناها يقولوا هذيك يقول لو كتبت والابل على عماق البصل لكانت عامله تاني من اعتبر دونك عطاو العرب الروايه بيان سور من بعد جا جورج زيدان في القرن التاسع عشر عمل الروايه التاريخيه ومن بعد جو في القرن العاشر عمل عبد الرحمن الداخل اكثر حاجه معروفه له هو وفتح القيروان ومن بعد تشوف باغ اكزومبل كيفاش جاوا روايين اخرين بيان سور كي تقول انت المسرح الذهني وغيره مكتب كمان مذكرتنا في الارياف توفيق الحكي كتب زاد كتب شهرزاد وكتب عصفور من الشرق فهمت ومن بعد جاي يوسف ادريس وسهيل ادريس وغيره عمر فاروق وبدات الروايه العربيه بشويه بشويه تنضج حتى جاء بيان سور الناس كيما حسين هيكل اللي كتب زينب بلوتو اللي هو هيكل اللقب نتاعو ومحمد هيكل دوكولا ولا حسن هيكل حاجه هكا ومن بعد بيان سور حسن عبد القدوس وغيره ثم جات الروايه السوريه بزكريا التامر بهاني راهب ببعض بحنا مينا بكتاب كبار وغيره وعرفنا انا بوزيشن مع بيان سور السوداني الطيب صالح طيب صالح اي بس سوزوبلي وسي معناه واحد زاد من العباد اللي ماخذ بخي نوبل اللي هو نجيب محفوظ نجيب محفوظ بيان سور هو الصمام احنا في تونس نكتب القصه اكثر من الروايه القصه ابدعنا فيها لكن الروايه تنجم تقول اللي بشير الخليف ريس كومام اينيغالي في الروايه في الديغرافي على جينها خاصه دونك اعطينا احنا حاجات العرب لكن بون هاني لا مش معروف يا سيدي انت اللي كتب شرخ في تاريخ طويل كتب المهزومون كتب الوباء كتب يعني هاني لا رهيب جدا هو سوري ومات عنده الكتاب اللي عندك كذاك لازم يتسفر الكتاب مفركس عندي ياسر حاجات تحب تسفرهم دونك عندهم زكريا تامل في الليتراتور فانتاستيك معناها كي تقرا سوري فما ابراهيم الكوني مثلا في ليبيا في ليبيا العراق بيان سور عطات اخر لو بلو كرون ديراكيان اللي هو زاد اصله كذلك سعودي هو عبد الرحمن منيف معناها عبد الرحمن منيف وبيان سور السوداني الطيب صالح اللي وصل زاد القمم رهيبه في الكتابه وفي الروايه اعطينا الشاعر في القرن العشرين اعطينا بيان سور القاسم الشابي كما اعطينا البلد كما اعطينا احمد شوقي فهمتني معناها اعطينا شعراء كبار كما اعطينا نزار القباني نازك الملائكه بدر شاكر السياب محمود الدرويش معناها لكل هذيك وبيان سور ادب المقاومه الفلسطينيه اللي هو فيه انتروتر معناها زياده على محمود درويش كبار الشعراء بيان سور سحر خليفه كتبه الصبار ولا غيره زاد فلسطينيه كروائيه ما عطاو شعر اكثر معناها توفيق زياد وجماع دونك على مستوى عالمي بيان سور ثم قمم اخرى اليوم الروايه ما عادش اهتمام العباد والكونكور ما عادش اهتمام العباد والبري نوبل ليتراتور ما عادش اهتمام العباد وثم كذلك المسرح اللي هو كتابه مهمه جدا وتشوف سامويل بيكيت اللي كتب اون اتوندون غودو وخذا بري نوبل وكان في الحمامات وقت عطى بري نوبل عام 69 اللي تاع حمامات وتشوف باغ اكزومبل جون بول سارتر بيان سور كامو كيف ولا بيان سور داريو فو في ايطاليا
ولا ولا توماس بنارد في نمسا وغيره. حاسين الروايه اليوم الادب وكيلو تراجع خاطر ثم تلف زي ياسر ثم فيسبوك ياسر. انا ننصح العباد باغ اكزومبل سي نوتخ ميتي ما نقولو ما تغلوش ياسر التلفزه. يفو ميو اذا كنت نجم تقرا كل يوم نص ساعه حاجه خلق العاد وماذا بيك تقرا حاجه تاريخ ولا حاجه باغ اكزومبل روايه ولا حاجه فيكسيون ولا بيان سور تنجم تقرا ديزيسي دي ليتيراتور بوليتيك. اما ليسونسيال تعرف عمرك ما تمرض بستريس اذا كان تقرا كل يوم اون كور تو يعملوها كاريمون سي انتيليجونس لا ليكتور سي انتيليجونس وتقوي تقوي الذاكره كل شيء تقوي الذاكره معناها لا ليكتور ما فماش خير من ليكتور العرب كانوا يعملوا لا تيرابي با لا ليكتور ميشيل فوكو يقولها حتى تطور با لا ليتيراتور سي با لو كونت يقولها ميشيل فوكو في ايستوار دو فولي لاج كلاسيك فهمت اللي كنت تقول ميشيل تونس ايستوار دو فولي لاج كلاسيك هو وتريست تروبيك تبقى هوني لا تريست روبيك كتبها كلودي فيشتروس. كلودي فيشتروس هي قلت لك كلودي فيشتروس هو ميشيل فوكو قرا في ليكول نورمال وكان هوموسيكسويل وكان معناها وامه كانت وراه وكان باش يدوب لسالتا ماما وكان حطوه في الزابينغ لسالتا ماما حبوا يقتلوا حب ينتحر وغيره ومن بعد مشى لونيفرستي دو بسالا في بسالا لقى بيبلوتيك ميديكال نتاع 17 سيكل ومن هي كتب ليستوار دو فولي لاج كلاسيك ما جيتي كونسيديري لوم لو بلوز انتيليجون في تونس كتب لي مو لي شوز لي مو لي شوز خاطر الوقت اللي هو كان هناك كانوا موجودين دو جراند انتلكتوال فرونسي خلينا جورج بناندي كان يعيش في تونس جون دوفينيو اللي كتب الشبيكه كان يعيش في تونس رولان بارت كان كيف كيف يعيش في تونس كانوا زاد كبار صحفيين اجانب كيما توم برادلي كان يعيش في تونس جون دانييل كان ديما يجي يقعد في سيدي بوسعيد انا تورني كان ديما في الحمامات اندري جيد كيف كيف جا لتونس في عشرينات القرن الماضي وكان عنده ان كو كور بور لا تونيزي كيما جورج يامال ولا غيره دونك هو في الستينات القرن الماضي كان هنا وكان يعيش هو تعرف الى فينا لول دو ساموراي معناها هو كان هكا طويل واقرع وذنيه خال وان سوغيغ كي لوي فون لو فيزاج معناها لو بوت ان بو وان روكار بيرسون شو اسمه معناها كي العقاب الهضره نتاعو ميشيل فوكو وكان يعيش على حصيله في سيدي بوسعيد يجي في كوم سا وكان عايش بيان سور هو باغ اكزومبل هو احسن روايه عنده هو لو ليفا دو سيلت نتاع جراك جولين جراك اللي هو معناها في يحكي على سلت السبلة والكبرى والصغرى وكان عنده ميل حتى هو كيما رولان بارت باش يكتب الروايه ما يكتب حاجات معناها بيان سور من بعد كتب شيرفي بونير كي ريست ان ليفر معناها مونستر ما ثماش كيفه ولا بيان سور لو ديزير دو سوا ولا غيره. ميشيل فوكو عاش في تونس وكان في فتره اللي في الستينات وكان يواصل اصحابه الغيبه واصحاب المسعدي واصحاب وكان زاد اصحابه وطلبه اللي وقتها جماعه بيرسبكتيف ولا اثر فيهم وتاثروا فيهم طردوهم من تونس حتى رولان بارت طردوهم من تونس اعتبروه معناها العصر هذي معناها سيت ان ويقول صفخه سيليبر هذيك جو ريف دو واحده دو بونسور هذيك هذيك كتبها في في نوفل اوبسيرفاتور باسكو هي جورنالست معناها جو ريف دون انتلكتوال ديسكريبتور دي ايفيدونس اي دو يونيفرساليتي بلو دان كومو سون دوت اكري بور نافوار بلو دو فيزاج يقول لو بروفيت جويف لو ساج غريك لو ساتر رومان ان توجور انتي سو كي فون بروفيسيون دو بارلي ديكري ما تويلايس سيتاسيون هذيك قعدوا بكل سيتاسيون il faut lire monsieur Foucault تقرا monsieur Foucault bien sûr dans le texte et tout على خاطر هو عنده دي لونغوا معناها يجبد لك على انطوان ارتو يجبد لك على ديدرو معناها هو السافوار نتاعو انسيكلوبيديك وعنده ان سافوار ميديكال ان سافوار دو تبع ياسر ان سافوار بسيكولوجيك دونك القراءه نتاعو est une épreuve là ماهيش سهله Il écrit très bien maintenant en français, il a. Lekin, c'est un homme aussi, il a un savoir encyclopédique. Il joue avec la vie et mort de Satan le feu, Anton Arto. Il dit, je me casse, je coule Arto. Il te pousse à faire des recherches. Oui, c'est Hadar. Michel Foucault, c'est une autre dimension. On quitte à la surveiller et punir. عندك ليسوار دو فولي يسير لي بونيت بيان سور لو ديزير دو سوا اوسي فهمني خاطر هو كتب موا بيير ريفيير كتب ياسر انا قريت له دالي تورتولي على على تشان عندي كتب له حتى بالطليان قريت ما خرجوش بالفرنسويه لموهم دي يكتب بالطليان زاد لا هو يبارلي بليزيور لونغ اترونجير اما هو اسونسيالمون كانوا ثم اهتمام به عند الطليان الطليان ماك تعرف اولا حكايه الحبوسات هذه اول ما تلا بها الطليان في التاريخ بكاريه واللي هو اول انسان كتب على المنظومه العقابيه واللي قال نلغيو لا بين دو مور معناها في فلاش كلاسيك في خروج من الموين اج ديبي دو ليبوك موديل والطليان كانوا اصلا تماما عندهم ليكول سوسيولوجيك قويه
واللي ليكول سوسيولوجيك هذيك كانوا فيها ناس باغ اكزومبل توني نيغري اللي كانوا كورتو استاذ جامعيين يعني هذم اللي كانوا يقودوا في البريغاد روج البريغاد روسيوي دونك كانوا ثم ناس ياخذوا الحوارات نتاعو وياخذوا زاد المحاضرات نتاعو في الكوليج دو فرانس ولا المهم انا ثم باغ اكزومبل داري تورتولا اللي تشالي عملوا قيتو بالفرنساوي كان قيتو بالطليانيه عندي ونقراه اللي حكي فيها على الارشيبال دي غوند كونسنتراسيون خاطر ميشيل فوكو يقول لك المجتمع المودرن فيه ان ارشيبال والارشيبال فيه حبوسات ودي كون دو كونسنترومون دو كونسنتراسيون كبار اللي هما لي زوزين السبيطارات المولستان نتاع نقولوا نتاع الامراض العقليه المدارس هو زاد يعتبرها هكاك الكازارنات وغيره هذا الارشيبالاغ الارشيبال دي غوند كونسنتراسيون عنده توت اون تيوري لا دوسو فهمتني معناها لو pouvoir qui fait même ça travers le savoir ou à le système de surveillance عليك كتب surveiller et punir et punir واحد اخر اللي كتب التعليق اللي كتب تريستروبيك هو كلود دي فيستروس اللي هو اللي كتب الانثروبولوجي ستركتورال واللي كذلك كتب لو كوي لا بورتيير جالوز وغيره مي كتب سورتو كتاب انكلاسابل 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 ده في هو اللي كتب تلقى يهودي تونسي سافر معه ومشي البرازيل ما نعرفوش شكون اليهودي التونسي اللي هو كلود فيستروس تريستروبيك فوالا اي يبدا بفراز سيلبر جو اي لي فواياج اكسبلوراتور اي بورتون فهمتني سا دي ديبي يحكي على لي فواياجور تعرف لما دي ديبي دو ليفر كي سون فورميدابل معناها مرسو في لترونجي اكسكي تلقى في العالم يقول اجوردي ما مور اي مورت بوتيتر هيير سي ديجا معناها يعطيك لو بيرسوناج شنو والا لا ريشيرش دي تون بيردو اللي هي معناها اون سيري de livres du côté de Garmante, du côté de Chassouane, les jeunes filles en fleurs, du côté des jeunes filles en fleurs et tout, ou voilà, un amour de Swan, ou la rilo, elle y est, longtemps je me suis couché de bonheur. Je me l'ai dit. Où il faut part, les souvenirs de certaines images ne sont que le regret d'un certain instant, mais les rues, les avenues, Hadjouk la sang fugitive, hélas, comme les années. Ok, ben, la fin du livre. Mais les rues, les avenues, sont fugitives, hélas, comme les années. Et les Proust, les qui étaient en même temps impressionnistes, qui m'a Tchekhov, qui m'a Dostoevsky, qui m'a Rilo. Donc, عالم كبير واللي تغرم به ما يخرجش منه وعالم انغرا انغرا خاطر تحب كاتب تحب تقراها بكله انا مره تحت توماس برنارد ما نعرفوش توماس برنارد وجاو جماعه طلعين لتونس في اسبوع مسرح وزون جوي بياس دو توماس برنارد هبلت عليه تحت بداري وفوق كيف كيف داري وفوق يا نوم ايمونس معناها حاجه غريبه خاطر مازال كخير بري نوبل دو ليتيراتور ماتر ريسامون طلياني ماتر كواي كيلكو زاني داري وفوق كيتي ان نوم معناها دون كولتور دون كان يعمل مسرح وكان يكتب كتب ميستر وبوفو كتب حاجات غريبه عمل المسرح جاب جماعه جبهه الديمقراطيه تحيي فلسطين بالسلاح نتاعها فوق المسرح فتحكي لك في بدايه السبعينات داري وفوق كان عايش في ميلانو ودي ما يمشي لروما دونك هذوما بيان سور سي تا موند اللي اما هو غريب انه الواقع في العالم هذاك العالم لانغرا اللي باغزومبل تعرف على التاريخ الثوره الروسيه ما تعرفش شيء اما قريت غيريبي ولا قريت بيريفيس بتاع تولغنيا ولا قريت باغزومبل لو فيك الامازوف نتاع دوستويفسكي ولا قريت جو سي با تشيكوف لا سوريزي ولا حاجه كي هكا فهمت ولا سالفيس ولا غيره مصر كيف كيف تقرا نجيب محفوظ وتقرا سلام قدوس تقرا تاريخ مصر يحكيوا على معناها سنان باشا يحكيوا على على فوق هذيك الحركات تاع حدر سعد باشا فغلول وغيره تلقاهم وشخصيات ولا تقرا ما نعرفش يعني تقرا روايات محفوظ كما ولاد حارتنا ولا شحاذ فور اكزومبل روايه عقليه اكثر من هذيك ذهنيه سا سي ان موند تري تري مي بون يطلب ياسر الوقت خاطر قال الشخص دون سات خدام بري نوبل على كتاب اسمه ليمو في لير اكريغ شابيتر مونير شابيتر مونير فوالا لي مو وهو دار عطاه بين نوبل هذاك ورفض هو رفض على خاطر الكتاب هذاك ويغني الماركسيزم مي يقول اونتر اوتر حاجات يوصل يقول يحكي على روحه صغير يقول جيتي ان ايبانويسمون فاد اون انستونس بيربيتويل دابوليسيون تعرف ساتر كان صاحبه ياسر بونيزون كانوا يغطوا فيهم دار جوز حول كي بعضهم عندهم سيربيزم وساعات يعملوا ما يعرفوش انه هو ساتر انه هو بونيزون بونيزون اللي كتب ادان عربي واللي ساتر عمل له مقدمه تاريخيه مهمه ياسر تو سا سي ان موند تري تري انغرا تري توفو لكن هو مجال الواقع كي تقرا باغزومبل لوي فرديناند سيلين
Elle écrit l'amour au crédit, elle écrit surtout, surtout, bien sûr, Voyage au bout de la nuit. Mais Ferdinand Céline, c'est Hadar Joub. Fransaoui. Oh, il dachle malgré que, ou dachle l'or Fransaoui, il dachle faire Hajet. Rahib, à manière. Qbal, la robe liée, ou jumeur. Lui, Ferdinand Céline, c'est un homme d'une immensité, d'une grandeur, d'une vision. Bon, le Mali, il a fait le Kansoui pour la Nazi, ou la Rilo, bien sûr, l'Allemagne, un de Gunther Glass, un de Heritzbol, tu vas trop souvent à Heidelberg, le tambour. Mais il y a des choses de Rahib, Klein, n'en parlons pas, mais Pilandello, ou Leonardo Sciascia, ou Alberto Moravia. Alberto Moravia. Avec ce mot, Umberto Eco, Pendule de Foucault, ou elle, bien sûr, il écrit le nom de la rose. Mais il y a des Varga, bien sûr, Klein, il y a des Danti, Boccaccio, Betrarca, ou Mambad, Jean Manzoni, il écrit les Promessi Sposi, les Français. في 19 شيكل سي لان دي ميتر ليفر دو لا ليتيراتور يونيفرسال معناها قصه حب وقت الاسبانيول احتلوا ايطاليا بحذا لك دو كوم وتشوف معناها شنو صار والحب اللي بيناتهم هذاك لي فيونسي بيناتهم سي اون استوار تيريبل واللي الى فيكسي ديفينيتيفمون لا لونغ ايطاليان اللي بداها دانتي بالخروج بها من اللاتينيه الى لا لونغ فولغار لغه الهمج لا فولغار اللي هي ولات الايطاليان فيما بعد دونك سا سي ان دومين سي ان دومين انا نقول لك سا دوموند دو في باش تعرفوا والادب هو ما تعرف اطلاع الادب السائق بكل شيء ثم ادباء مش مطلعين على الادب ثم بعض الادباء مطلعين على الادب في تونس مش كل مطلعين على الادب خاصه العالمي لو كورون تاعو اي تو سا وهو لو موند انتي في هذاك يعني كي تشوف انت الفريد دو ميسي ولا فريد دو فيني ولا فيكتور هوغو ولا تاخو باغ اكزومبل شعراء ايطاليان كيما انياجو بوتيتا ولا تاق ليوباردي ليوباردي بتاع ايطاليا انا ريسامون جبت كتاب كامل بتاع ليوباردي من جبت لي زوفر كومبليت نتاعو اي كومبري حتى عندي بنتي تقرا بالايطاليان اوروزمون دونك نشري لها حاجات اون ايطاليان فهمت ساعات ما تلقاش ثم حاجات تلقاها كان بالايطاليان والكتب الايطاليان ارخص من الكتب الفرنسي والكاليتي مايور فهمتني كي نمشي ايطاليا نجيب لي من عند ميسر الكتب حاجه غريبه معناها ليوباردي سي دون ايمونسيتي الشعر نتاعو كي تقراها تقشعر معناها سي با حتى اللي عنده كتب زاد اوبيراتي مورالي انا ترجمت منهم لوحات في نهايه الثمانينات معناها من اوبيراتي مورالي ما ترجمتهاش كل لكن خذيت بعض منهم خاطر هي ياسر وطويل كتابته في تونس وترجمت منه خرجت ليديسيون في تونس في الثمانينات ترجمت لوبيراتي مورالي الجزء منه وتلاقي سهل ترجمته من العربي خاطر عندهم مخيل يشبه لنا ياسر فهمتني اثروا فينا واثرنا فيهم قلت حتى يعني كي تقرا كارل ليفي بار اكزومبل كريستو سي فيرماتو ايبولي لو كريستو يرتي ايبولي وبعد عملوا فيلم ولا كي تقرا بار اكزومبل بادري بادروني ولا كي تقرا مناشي كانك تحكي على القصرين تحكي على كيف تحكي هما اذا كانوا يحبوا في اللي تشتا انفيزيبل على شنو يجبدوا يبدوا على النفط بيان سور احنا جبدنا على شو اسمه على لا انت تحكي على ايطالو كالفينو اللي كتب بين اوسترينتيناتي نو دونسيت اللي هو لو بالون بيلفي ولو فيكونت بول فوندو ولو شيفالي انيكزيستون اي بيان سور كتب ماركو فالدو وكتب شي بار نوي دي فار ان فواياجور كتب ياسر كتب مي كتب زاد لي تشيتا انفيزيبل اللي هو ان ايشانج ما بين ماركو بولو وكوبلاي خان كوبلاي خان ولا في حبس في حبس لا مش في حبس نو هو كتب ماركو بولو كتب ان فات كتب لو ليفر لمرفي نتاعو نتاع المليون يسميه هو حكاه لواحد اسمه لاستيكال ولا روستيكو دي بيزا ما نعرفوش عن ياسر الحاجات كان جوكيلاتور هكا وكان يعمل الواحد هو تشد معاه في الحبس وحكى له حكايته ومن الموال حكاها له ومن بعد جابها له صلحها له في حبس اما ذاك هو عمل فيكسيون كوبلاي خان السلطان تاع الصين العظيم على الامبراطور يحكي مع ابن خلدون يقول له سارتان مومون توا تو غوفيان دو تيزكسبيديسيون لاكال بلين دو ريغري احكي لي ويقعد ايشانج يبدا يجبد على المدن اللي في ديجيتال حتى يوسف من شو يجبد على النفط يجبد على النفط